الصورة العاشرة، سفره إلى لندن بحجة أنه مريض ولم يكن مريضا، لم يكن مريضا، ما كان فيه شيء. وحتى لو كان يشكو من شيء فإنه يشكو من شيء لا يستأهل أن يترك العراق وأن يترك النجف في تلك الأوضاع الحرجة التي خرج فيها وأن يأتي إلى لندن للعلاج. الكلام ليس منطقيا، إنها صورة واضحة من المخاتلة والخداع. لن تجد صورة ملونة بكل الألوان وبالألوان الطبيعية، صورة حية لمعنى المخاتلة والخداع كما هو في سفر السيستاني إلى لندن بهذه الحجة، بحجة العلاج، ولم يكن فيه شيء. وأقول حتى لو كان فيه شيء فليس بالمستوى الذي يستأهل ويستحق أن يأتي إلى لندن ويترك العراق في تلك الظروف التي كانت في غاية الاضطراب والارتباك على جميع المستويات، على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الديني، وهو وظيفته دينية بالأساس. ترك كل شيء وتوجه إلى لندن، وقد قال السياسيون من ورائه من أصحاب العمائم: طلعوا وورطونا، يتحدثون عن السيستاني وعن ولده محمد رضا. السياسيون العراقيون من أصحاب العمائم ومن غيرهم ممن هم يتحدثون باسم السيستاني، لما خرج السيستاني مسافرا إلى لندن هكذا قالوا: طلعوا سلموا برواحهم وورطونا. فهناك الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك الصدريون ومقتدى الصدر في حرم أمير المؤمنين، وهناك علاوي والقوة العراقية، وكل ذلك الاضطراب وكل تلك الفتنة في النجف بشكل خاص وفي العراق عموما تركها السيستاني وراء ظهره. قطعا كان هناك برنامج، لأن مرجعية السيستاني قد سقطت قيمتها على المستوى الديني، وحينما سقطت قدسيتها الدينية سقطت قيمتها القانونية، فلا من مرجعية شيعية دينية حقيقية. الناس صاروا في ريبة وفي شك منها، ولا من قيمة لمرجعية للحكومة، فلا بد من إخراجه ومن إعادة برمجة لبناء مرجعيته، عملية ريست وإعادة برمجة. بالضبط، ريست وإعادة برمجة، أعادوا برمجة مرجعية السيستاني وأعادوا صياغتها وتنظيمها بشكل جديد، أخرجوا إلى لندن ورجعوا به ببرنامج مرسوم، وفعلا نجح ذلك البرنامج. هناك حديث للسيد حسن الكشميري وهو قريب من الواقع المرجعي، يمتلك خبرة طويلة في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهو من أبناء العوائل العلمية في النجف، وكذلك هو أخ لمرتضى الكشميري الذي هو صهر السيستاني وأمير الشيعة في العالم الغربي، يمثل
أسيساني وكيلا عن وأميرا عن على الشيعة في العالم الغربي. وحسن الكشميري كان موجودا هنا في لندن أيام سفر السيستاني حينما جاء إلى لندن، لقاء على قناة ANN الفضائية، وقد بث سابقا في الحلقات المتقدمة في الإعادة إفادة، رجاء أعيد بث الفيديو. المرجعية التي توجد انزعاج أو تزعج هذا لا وجود لها في العراق إطلاقا، أنا أقولها إطلاقا. نعم، ها على كل، صدام يرحب بمرجعيات تكون مقتصرة في حركاتها ونشاطها في هالإطار هذا، ويقدم لهم الخدمات كما قلت يعني. يعني نتيجة لذلك نستطيع أن نقول أن وجود السيد علي السيستاني في لندن يعني لا علاقة له كما قيل بأنه غادر النجف، لأن هناك قرار بتصفية السيد الصدر، تيار السيد الصدر. طبعا إذا كان عندنا صور ممكن الأخ المخرج يفرجيها للسيد علي السيستاني، لأنه وصلتنا صور وهو في المستشفى. إيه، هذه الصور هي ضمن البرنامج. نعم، يعني هو وجوده فعلا لأسباب مرضية، ليس لا لا. ليس كما قيل ابتعادا عما سيدور في العراق. دعني أحدثك. نعم، هذه ليست المرة الأولى. في عام 71 كان صدام نائب لأحمد حسن البكر، وكانت بداية التصعيد مع الوجود الشيعي والوجود العلمائي في النجف، وكان في النجف آنذاك 7500 طالب ومدرس ومجتهد، يعني فيهم 180 مجتهد، فيهم حوالي 1500 أساتذة والبقية طلبة في مختلف المراحل. وكانت الخطة بهدم هذا الوجود وتسفير هذا العدد الكم الكبير، إلا أن القيادة كانت ترفع قدم وتؤخر أخرى. أحمد حسن الباكر كان 5% أو 10% عنده وعي للأمور، ما يعني يرتجل الأمور. ومرة من المرات طلب دكتور موسى الموسوي، إذا سامع عنها، نعم، حاوره ساعة كاملة أنه كيف تتم معالجة الوجود هذا وإلى آخره. في سنة 71 على 72 قرر صدام حسين تصفية هذا الوجود، فقررت القيادة. طبعا صدام كان يرتكب يتخذ الإجراء ويعنونه باسم الشعب، وهذه من مآسي الشعب العراقي. فقرر قرارا سريا، القرار رقم 659 قيادة، بتسفير هؤلاء بأجمعهم. القيادة حددت لهذا شهرا واحدا. منتبه لي؟ نعم. محافظ الكربلاء ذاك اليوم، النجف لم تكن محافظة، كانت قائم مقامية، والقائم مقام هو من أبناء النجف ومن أبناء الأسر العلمية. عدنا إلى نفس الركيزة التي قلت بأن محمد علي باشا، شوف، عبد الرزاق الحبوبي اسمه، وهو صديق إلي أيضا، ومحافظ كربلاء الذي تخضع النجف إداريا له أيضا من الشيعة، جابر حسن حداد، وهو أيضا صديق لي، كنت ألتقيه أحيانا، صديق شخصي. واجهوا هؤلاء حرجا، وأكثر من ذلك أن السيد الخوئي واجه حرجا. حلت الأزمة بأنه عائق من العوائق كيف يسفر هذا العدد من الطلبة والمرجع بينهم، هذا يعني عمل غير عمل محرج للمرجعية.
وبنفس الوقت المحافظ أيضا كان يشكو للقيادة بأنه سيكون في عسر من هذا الأمر، ما فوجئنا ولم نكن نعلم بأن من وراء الكواليس كانت القيادة ترتب مع الحاشية، والحاشية هي أم المصائب. وإذا فجأة فوجئنا أن السيد الخوئي طار إلى لندن. من الذي طار برفقته؟ مجموعة من حاشيته وعلي رضا الذي هو رئيس مكتب العلاقات العامة في مكتب السيد النائب آنذاك، علي رضا وهو عضو بالمحكمة التي أعدمت حوالي 600 شخص من وجوه العراق مع طه الجزراوي. طبعا لما جاء بالسيد الخوئي قالوا للعلاج، وهذا ليس بمخالف، يعني الآن أزور لندن وأعمل تشيكاب أدخل مستشفى ما في مشكلة. فقد لما يسألني سائل أقول له جئت لأتعالج، وأنا غير كاذب فيها. نعم. معنى من معاني سفري هو أن أسوي تشيكاب. نعم. فهذا ليس بالأمر الصعب، هذه ليست المسألة مسألة عادية سيد الخوئي. وطبعا جابر حسن حداد أرسل إلى الصين، وبعد فور إرسالهما في اليوم الثاني أعلنت السيارات في النجف بمكبرات الصوت بأن الحوزة العلمية أمهلت 7 أيام. القيادة قررت شهر، لكن المحافظ القائم مقام استغل فترة غياب السيد الخوئي والمحافظ، وأراد أن يقدم ولاء وإخلاص للقيادة. في أسبوع واحد تم تسفير 120,000 نسمة من النجف. وفي تلك الأزمة العسيرة علي رضا كان لا يفارق السيد الخوئي في المستشفى وفي مأكله وفي، وبعد ما صارت ضجة إعلامية في العالم على التسفير انتزع رسالة من السيد الخوئي يسأله فيها، ورسالة موجودة عندي نسخة منها في قوم، هل أنك صحيح أن النجف والحوزة وأنك؟ فأجاب السيد بأنه لم يضايقني أحد وتدريسي مستمر، وبهذا حلت وهجر من هجر بكل بساطة وانتهى وابتلع. الآن نفس العملية، يعني الآن قد يتم تصفية تيار السيد مقتدى الصدر بنفس الطريقة. اي ثم مع ارتعاد نعم. ثم لم يكن السيد هو السيستاني وحده، البقية المراجع غيبوهم. نعم. مشكلة الحواشي، والحواشي هم الذين يقررون. أنا الآن أراهنك على قطع يدي إن تمكنت أن تتحدث مع المرجع على انفراد 5 دقائق، ما لم يقف إما صهره أو ابنه عند رأسك ويصغي إلى كلمة كلمة. فالقرار ليس بأيديهم، وهذا يتم بالتنسيق. ما تحدث به السيد حسن الكشميري يشرح جانبا مما أشرت إليه في قضية المخاتلة في سفر السيستاني إلى لندن. هو لم يكن مريضا، فلما يكون الإنسان ليس مريضا ويسافر سفرا بعيدا وفي ظروف استثنائية يتركها خلفه ويظهر أنه مريض ويذهب إلى المستشفى، وهذه التفاصيل التي جرت في كل هذا الفيلم، هذه مخاتلة أو ليست بمخاتلة؟ وما جرى بعد ذلك من رجوعه إلى العراق والبرنامج الذي رتب، الحكاية بكل تفاصيلها، ما هي مخاتلة في مخاتلة؟ إذا كنتم تصدقون أن القضية كانت على رسلها وأن السيستاني كان مريضا فعلا وكان محتاجا للذهاب إلى لندن، فذلك أمر راجع إليكم. بالنسبة لي
لن أقبل هذا إلا إذا انقلبت إلى حمار حقيقي، حمار رسمي ببوز وآذان وذيل طويل وحوافر. إذا انقلبت إلى حمار ربما أقبل أن هذه المسرحية مسرحية السفر إلى لندن لم تكن مخاتلة، عملية مخاتلة من الطراز الأول وواضحة جدا لا تحتاج إلى إثباتات كثيرة. هذه هي الصورة العاشرة. أما صورة بعد هذه الصورة هي ترتبط بها، الصورة 11، الصورة الحادية بعد العاشرة، الصورة 11. الصورة 11 هو ماذا كان يخطط له رجال الدين؟ يخططون لقصف الحضرة العلوية بالصواريخ. كان فيها مقتدى الصدر وكان فيها الصدريون. قطعا مقتدى الصدر لم يكن فيها لفترة طويلة، لبعض الوقت كان مقتدى الصدر موجودا في الحرم العلوي. رجال الدين في النجف. وأنا أسألكم بالله عليكم، هل يتجرأ رجال الدين في النجف أن يفكروا بقصف الحضرة العلوية بالصواريخ ما لم يكن قد أخذوا إذنا من السيستاني فهو قد غادر لأجل هذه القضية؟ لست أنا الذي أتحدث عن هذا الموضوع، عن موضوعي قصف الحضرة العلوية. رئيس الوزراء آنذاك هو الذي يتحدث، وفي قناة شيعية، في قناتهم، في قناة تحسب على الأقل في السابق على السيد السيستاني بشكل مباشر، إنها قناة الفرات الفضائية، وفي برنامج كالوس. وانتبهوا أن مجري البرنامج يقول لعلاوي من أنهم طلبوا منك أن تقصف الحضرة العلوية حينما كان الصدر في الحضرة العلوية، يعني مقتدى الصدر، وهو يجيبه بذلك. رجاء اعرضوا لنا الفيديو المأخوذ من برنامج كالوس على قناة الفرات الفضائية. ذكروا هناك مهمتهم حماية السيد، ما كل شيء، لأن احنا تعرف يعني اكو قيم ومقاييس واخلاق ناشئين عليها، ما نقدر نغيرها، ما نقدر انا اتخاصم ويا واحد اجي اضربه واقتله. صحيح قالوا لك اضربوا الامام بعدين نبني، قالوا لك اضربوا الامام حتى لو كان بيه صدر بعدين نبني. هي هاي اللي كسرت ايدي، هاي اللي ضربت الميز، هاي بيها. قالوا لك فرشه ونبني؟ قال لي خلي اضرب منو جماعتنا، يقول خوافق على مال ضربت هذول ضربوا بصاروخ وضرب الصحن كله. فأنا كل صرت عصبي الحقيقة، ضربت الميز طبعا ما راح أسمي أسماء، ضربت الميز بإيدي حسيت نار دخلت بإيدي إلى إيش اسمه. رجاء أعيد بث الفيديو مرة ثانية كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا على بعض من هذه الحقائق. الحقيقة أكبر من ذلك، وما نعرفه نحن المطلعون على التفاصيل نعرف الأسوأ والأسوأ والأسوأ، لكننا لا نستطيع أن نتحدث في الإعلام بشكل علني من دون وثائق. لذا نبحث عن وثيقة هنا، عن شيء هناك، كي نستدل به لإثبات جزء يسير مما يجري من فساد ومن قذارة في أجواء الواقع الشيعي السياسي والديني. رجاء أعيد بث الفيديو.
دخلوا هناك كل مهمتهم حماية السيد، ما كل شيء، لأن إحنا تعرف يعني أكو قيم ومقاييس وأخلاق ناشئين عليها ما نقدر نغيرها، ما نقدر أنا أتخاصم ويا واحد أجي أضربه صحيح. قالوا لك أضربوا الإمام بعدين نبني، قالوا لك أضربوا الإمام حتى لو كان بيصدر بعدين نبني. بليه، هي هاي اللي كسرت إيدي، هاي اللي ضربت الميز، هاي بيها. قالوا لك فرشة ونبني. قال يا خلي أضرب منو جماعتنا يقولوا خوافق على ما ضربت ضربوا بصاروخ وضرب الصحن الصحن كله، فأنا كله صرت عصبي الحقيقة، ضربت الميز طبعا ما راح أسميه أسماء، ضربت الميز بإيدي حسيت نار دخلت بإيدي إلى إيش اسمه. وهذه المعلومة نفسها مع تفصيل أكثر تحدث بها علاوي أيضا رئيس الوزراء آنذاك في برنامج آخر اليوم على قناة هنا بغداد الفضائية. رجاء أعرضوا لنا الفيديو. هاي قصة. هذه قصة مهمة. بلي، وأحكي لك قصة بعد أقمش منها. يلا. بس ما راح. أنا اليوم طامع بالأسماء. بس ما راح أعطيك أسماء. ما أطلب أسماء، أنا ما أطلب أسماء. أنا بالمكتب، أنا ما عادة ما أقعد على الميز، أخرج من الميز. فأجوا بعض رجال الدين. شيعة. نعم. بعض الأشخاص هم أنا وياهم أفندية يعني. فبعدين طلعوا بقى واحد اثنين. وقالوا انت يعني اضرب الحضره يعني خلصنا يا اخي. رجال دين بيناتنا. اها. فاني حقيقه يعني هالقد ما صرت عصبي ضربت الميز بوكس بايدي، هاي تكسرت، هاي اليمنى تكسرت، واني كان عندي سفره الى انا هذه المشكله دائما بهذه اليد بسبب ذيك الحادثه. ضربت الميز بقوه، حسيت والله نار هالقد ما صرت عصبي، قلت معني اضرب الحضره يعني هذا عقلكم بهالطريقه هاي اللي نتعامل احنا معه. هو انا كنت اريد اسال عن هذه النقطه دكتور. أيه. يعني هاي منو شلون هم تسربت بالنتيجه؟ تسربت اي بلي تسربت عند الله يرحمه ابو ابراهيم السيد محمد بحر العلوم واولاده. عرفوا بالقصه ويعرفوها يعني عرفوها ونقلوا لهم بعض القاعدين، لان حقيقه احنا ما كنا بدون ذكر اسماء، هي هذه الشخصيات من النجف لا كانت. لا ما اقدر اذكر اسماء. تسمح لي يعني مو صحيح. نعم. لأجل أن تكون الصورة واضحة عند المشاهدين رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى. هاي قصة. هذه قصة مهمة. بلي، وأحكي لك قصة بعد أقمش منها. يلا. بس ما راح. أنا اليوم طامع بالأسماء. بس ما راح أعطيك أسماء. ما أطلب أسماء، أنا ما أطلب أسماء. أنا بالمكتب، أنا ما عادة ما أقعد على الميز، أخرج من الميز. فأجوا بعض رجال الدين. شيعة. نعم. بعض الأشخاص هم أنا وياهم أفندية يعني. فبعدين طلعوا بقى واحد اثنين وقالوا أنت يعني أضرب الحضرة يعني خلصنا يا أخي. رجال دين بيناتنا. أها. فأني حقيقة يعني هالقد ما صرت عصبي ضربت الميز بوكس بإيدي، هاي تكسرت، هاي اليمنى تكسرت، وأنا كان عندي سفرة إلى أنا هذه حالة. المشكلة دائما بهذه اليد بسبب ذيك الحادثة. ضربت الميز بقوة، حسيت والله نار هالقد ما صرت عصبي، قلت معني أضرب الحضرة يعني هذا عقلكم بهالطريقة هاي اللي نتعامل احنا معه. هو أنا كنت أريد أسأل عن هذه النقطة دكتور. أيه. يعني فهاي منو شلون هم تسربت بالنتيجة؟ تسربت اي بلي تسربت عند الله يرحمه ابو ابراهيم السيد محمد بحر العلوم واولاده. عرفوا بالقصة ويعرفوها يعني عرفوها ونقلوا لهم بعض القاعدين، لان حقيقه احنا ما كنا بدون ذكر اسماء، هي هذه الشخصيات من النجف لا كانت. لا ما اقدر اذكر اسماء. تسمح لي يعني مو صحيح. نعم. انا اسالكم رجال دين وبعد 2003 في حكومه بغداد وياتون الى رئيس الوزراء ويطلبون من رئيس الوزراء
أن يدمر الحضرة العلوية، أن يفجر الحضرة العلوية، أن يقصف الحضرة العلوية، أن دمرها ونحن بعد ذلك نعيد بناءها. هؤلاء هل يجرؤون من دون أن يكونوا قد أخذوا إذنا من الذين ذهبوا إلى لندن وإنما خرجوا فرارا من المسؤولية؟ ولذا نقلت لكم عن بعض العمائم من السياسيين وعن السياسيين الذين بقوا في العراق قالوا من أن الجماعة طلعوا ورطونا، ورطونا بالمشكلة، هم خلصوا نفسهم بحجة السيستاني مريض ولا هو مريض ولا هم يحزنون. لكن علاوي لم يذعن لهم وما قصف الحضرة العلوية، لكنه لو كان مثلا المالكي أو الجعفري من حزب الدعوة وفي هذه الأجواء قطعا سيقصف الحضرة العلوية، لأن الذين يطلبون هم رجال الدين، وهؤلاء رجال الدين، هل يطلبون هكذا من دون إذن من الجهة الأصل؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه احتمالات أنا لا أبني عليها بناء حقيقيا كاملا، ولكنكم ترون أن أسلوب المخاتلة موجود في كل الاتجاهات. تعطونني العذر أن أسيء الظن في مرجعية السيستاني وفي شخص السيستاني أو لا؟